السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو عن تقسيم السايد بريك، شلون تخلي السايد بريك مال السيارة ما يخلي السيارة شعرة واحدة تتحرك. خوش، انا قبل فترة يعني طويلة مسوي من هاي الدواسة نفسها اسبان 10 وتضب هاي السكليتر شوية راح يشتغل السايد بريك طبيعي. هالمرة شلون قسمته؟ قسمته من الفلنجة نفسها. ليش؟ لان هاي الطريقة بعد ما تشتغل، لان البنزات مال الفلنجات نفسهن قلت المسافة مالتهن من الاستعمال، فمن تقلل المسافة مالتهن بعد ما يشتغلن لازم شو تسوي؟ لازم تقسمهن من جديد. هذا الحكي يشتغل على السايد بريك الكهرباء لازم يتقسم، وعلى السايد بريك الميكانيكي اللي هو مثل سيارتي، السايد بريك مالتها ميكانيكي مو كهرباء. فقسمتهن، قسمت صفحة واحدة ونفس الصفحة تقدر تطبق عليها على الصفحة الثانية لحد ما البريك مال السايد بريك مالتك يصير على الشعرة، مجرد تسحب سايد بريك السيارة بعد ما تمشي. ان شاء الله الفكرة واضحة. سويت هذا الفيديو على مود الناس تستفاد من عنده، واستمر وياكم كل يوم فيديو. خلينا نشوف الفيديو بعدين نرجع لكم. سويتها على صفحة واحدة، ما سويتها على صفحتين. انت لازم تسويها على صفحتين، نفس الطريقة اللي سويتها أنا على هاي الصفحة لازم أنت ترجع تسويها على الصفحة الثانية على مود الصفحتين يصير نفس التقسيم. نشوف قدرنا نفتح هذا القطعة اللي هي مال الفتش اللي يشلب بيهن الديسكات، هذني مال البريك. شلون فتحناهن؟ برغيين. أول بداية نفتح هذا العنبار مال البريك، بعدين فتحنا ذني البرغيين، واحد هنا واحد هنا، فتحناهن، انفتحت هاي. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا هذا القرص. شلون انطلع؟ هسه راح اشوفكم شلون طلع قوي. هذا الدرنفيس، نفتح هذا أول برغي، هاي الصورة، ونوب نفتح هذا البرغي. طبعا هو هذا راخي وحيدة لأن أنا مرخيق قبل، طلع بهاي الصورة. شو بقى عندنا؟ قاعدنا بس القرص. إذا ما طلع عندك بالبداية لازم شو تسوي له؟ تدق عليه، دق عليه بالشاكوش دقتين ثلاثة راح يطلع. دق عليه شلون؟ يعني مجرد هو مو قاعد هيك بمكانه، قاعد هيك بمكانه، نجيب الشاكوش ندق هنا، واحدة هنا، اثنين هنا، ثلاثة هنا، أربعة هنا، لحد ما يرخى 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 ويطلع. ولازم السايد بريك نازل. إن شاء الله الفكرة واضحة. هسه هذا البنز اللي أقول لكم عليه، هذا هنا، هذن البنزات مال السايد بريك. لأن إذا طلعن منتهيات وخلصانات لازم يتبدلن، ينفتحن ويتبدلن. وإذا بعدن زينات، هسه ذني زينات، خوش، لازم بس يتقسم. هذا اللي شغل حتى إذا السايد بريك مالتك كهرباء هم لازم تقسم ذني كل فترة. ليش؟ لأن من تروح هاي الحافة، إذا واضحة هسه، من تقل هاي السايد بريك يقوم ما يلزم. زين، إذا بقت تقل 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 يقوم يفتح الأخير، يقوم يتشلب السايد بريك. هاي بالنسبة للسايد بريك الكهرباء. الميكانيكي لا، يقوم ما يلزم، بس يعني تدوس بريك السيارة تمشي عادي. يعني سايد بريك تسحب سايد بريك السيارة تمشي عادي. هسه راح أشوفكم شلون يتقسم ومنين يتقسم. يتقسم من هذا المكان، من هذا المكان، هاي العتلة تتقسم، تنفر بدرنفيس وتتقسم. هسه راح أشوفكم شلون نقسمها. زين، نقسمها منا لازم ننتبه عليها. زين، شوف كل ما نفرها فره يطلع لبرا، نفرها يطلع لبرا. من يطلع لي برا، من نفرها زايد،
ويطلع لي برا هذا، نجيب القرص الفلنجي نقعدها بصورة صحيحة، قعدناها نفر نشوفه صار ثقيل لو خفيف، نرجع نسحبها. شو نسوي؟ نضبها، انضب انضب لحد ما تصير عندنا هاي الحالة، تصير عندنا زينة. يعني هي مو شرط هسه، احنا مجرد شوف ما قعد، ما طق، ليش؟ قوة قعد. ليش؟ لأن شوي انفتح زايد، زين؟ فهذا شوف قام يحشر، ليش؟ لأن احنا فتحناه زايد. وراح تجي السحبة مال السايد بريك، ليش؟ السحبة مال السايد بريك راح تفتحها أكثر، تلزم السيارة صحيح. فاحنا هسه بهاي الشغلة راح نكتفي، ليش؟ لأن قسمناه صحيح، صار التقسيم ماله كلش صحيح. فهسه نجرب، نخليه مضبوط. شوف هو قاعد، بس شنو يفتر من اللي طلعة صعبة يطلع، بس هو شنو من قاعد مضبوط قاعد يفتر زين. هسه اذا نسحب سايد بريك هذا راح يحجر بعد ما يفتر ابد. هسه راح نجرب ونشوف. هواي ناس حسبالهم السايد بريك يشتغل عن طريق الديسك هذا نفسه، يعني الفلنجة نفسه. اكو هيج شي، بس ذاك موتور يختلف عن هذا الشغل. شد هذني، طبعا ذني اذا واجهنك بصعوبة بشدهن بفتحهن العفو لازم تدق عليهن. شلون؟ تحط الدرنفيس وتدق منها بالشاكوش دقتين ثلاثة على مود ترخيهن بالمضبوط. بس راح نسحب سايد بريك ونشوف شلون الموضوع. قفا هسه ما يتحرك ابد، ليش؟ لان سحب سايد بريك. رجعنا رخيناه، رجع يفتر طبيعي. ان شاء الله الفكرة واضحة وسهلة. شلون نشد؟ شغلة الشد مثل ما فتحنا. هسه راح اشوفكم شلون نشد. نشد القاعدة اللي قعد عليها البريك، ثاني البراغي مالاتها ونشدهن. شغلتهم سهلة وسريعة. أنا مسوي فيديو قبل هذا، مسوي تقسم البريك بس من الداخل، راح أخلي لكم الرابط مع الفيديو بالوصف وبأول تعليق. شوفوا شلون تقدر تقسمه من يم السايد بريك نفسه، يعني من هناك من جوا. هم أكو برغي 10 وتقدر تضبه، بس ما راح يجي يتقسم صحيح، يعني ذاك يمشيك فترة وراح يرجع ينزل همين. ليش؟ لأن كل فترة لازم يتقسم هذا على مود السايد بريك يصير عندك مضبوط وصحيح. أول بداية نشد هاي، تخلص هاي نحسب رواحنا خلصنا. ليش؟ لأن هي هاي أصعب وحدة بيه صراحة بالفتح، لأن أول مرة تفتحين راح تحس بصعوبة حيل قوية، ويحتاج لك معدات زينة، يعني كسبانة، كدريل، يعني إذا تفتح بدريل يعني لازم عندك شوية خبرة. بس إذا أنت ما عندك خبرة صعبة عليك تصير، روح للمصلح سوي لك إياها شغلة سهلة عليه، لأن هو متمرس عليها. بس هاي الشغلة مهمة، حيل مهمة. بس خلصنا من اول وحده. الشغله الثانيه هذا البرغي مالته،
إن شاء الله مستمرين معكم اليوم فيديو. وراح أسوي لكم فيديو على الكي الحمل، شلون بدلت البواري مال البريك، شلون اشتغلتهم من جديد. واحد قاعد، الثاني قاعد، نو بنقعد البيامة. صراحة هن الديسكات مخلصات، إن شاء الله راح أجيب لهم ديسكات جدد وشد لي إياه. هسه مثل ما تعرفون طريق مسدود وماكو ديسكات. رجع هذا البنز شوية، نريد نتأكد من البنز ما ضاب حيل على الفلنجة. نفرها بهاي الصورة راح يطلع عندنا يفتر بسهولة حيل، فيعني هسه الشغل مالتنا كلش صحيح. نروح نتأكد، نسحب سايد بريك ونشوف التاير يفتر بعد لو لا. سحبنا سايد بريك، هسه مثل ما تشوفون التاير ابد ما يفتر، ابد ما يفتر. ليش؟ ليش؟ لان الشغل مالتنا كلش صحيح. مثل ما تشوفون حتى برجلي جاي احاول افره ما يفتر. ها والتاير معلق، يعني لا حد يقول لي التاير نازل على القاع. شوف التاير معلق. هسه راح ننزل التاير. طبعا نستخدم هذا الجيك لان بصراحه الجيك ذاك مالت السياره يضوج بالشغل، يعني بالتنزيل والتصعيد يضوج، فاستخدم هذا احسن ما عنده بهواي، لان بس تسوي له هيك راح ينزل. دائما لازم نتأكد ان التاير مسدود بصورة صحيحة، حتى اذا اشتغلت يم مصلح مو انت اشتغلت بايدك، لازم ترجع انت بعدين تكمل الضب مالتهم بايدك، لان احتمال ناسيه المصلح وبعدين يسوي لك مشكلة، فانت ترجع تضبهم بايدك. الضب مالتي كلش صحيح وحلو، تنصر عندك مشاكل لا سمح الله بالطريق. شفنا الفيديو ان شاء الله عجبكم. سجوز واحد يقول ليش سويت هذا الفيديو، لان قبل كم يوم واحد اتصل بي يقول انا عندي سورنت 2020 من انا اصعدها على الباب مال البيت واخليها على البي واسحب سايد بريك وانزل، من ارجع اريد انمر يطلع طقه قويه بالجير. هاي الطقه ليش وليش دا تصير هيك؟ حبيبي هاي الطقة دا تصير لان انت السايد بريك مالتك ما يشتغل زين. لازم شو تسوي؟ تدوس بريك، تخلي السيارة على الان، تسحب سايد بريك وبعدين تشيل رجلك من السايد بريك، السيارة تستقر على السايد بريك، ثقلها كلها على السايد بريك الا تخلي الجير على البي. وانا مسوي اكثر من مرة فيديو عن هذا الموضوع وحاكي اكثر من مرة عن هذا الموضوع، فسويت هذا الفيديو على مود الكل يستفاد، واللي السايد بريك مالته ما مقسم خليه يروح يقسمه حفاظا له وحفاظا لسيارته. ليش؟ لان مرات تنسى الجير عدي وتمشي، يعني السياره تمشي من تنزل من عندها، اذا عفتها عدي وانت ساحب سايد بريك والسايد بريك مالتك ما يشتغل عدل راح تمشي السياره. بس اذا انت السايد بريك مالتك يشتغل صحيح 100% حتى اذا السياره عدي تدوس بنزين ما تمشي السياره. ان شاء الله الفكره واضحه وان شاء الله عجبكم الفيديو، وخذوا لكم فره بالقناه يوميه جاي انشر فيديو، وان شاء الله الفيديو مفيد ويعجبكم. اخوكم حسن المسيباوي، في امان الله.